يا استاذ نبيل مساتين، صباح الفل وصباح الخير لكل عشاق متتبعي شيف مؤمن بن يونس. اليوم الاثنين 27 أبريل 2020، موافق لأربعة رمضان. شيف، غبط علينا نهارين، ان شاء الله يكون المانا خير. اخوانكم شيخ من الميسيون، نحب نشكر كل واحد قام بالواجب وعزاني في موت جدتي الله يرحمها، ان شاء الله ربي يرحمها ويجعل ما فيها جنة. دونك رجعنا لكم قدرة ربي في اللايف سبيسيال كونفينمون سبيسيال رمضان، باش نحضر مع بعضنا منيو كل يوم، منيو ما يتكلفش ما يطلبش برشا وقت وان شاء الله يعجبكم. الله يرحمه وينعمه الشيخ مؤمن بن يونس. كان تقولنا شو المنيو بتاع اليوم؟ بالنسبه للمنيو عندنا شوربه نتاع قراعه بزيت الترفيس، عندنا سلطه نتاع الدس، بركات مالحه، اوسو بوكو في الفور، والديسير عندنا ديو دو فيرين، فيرين نتاع موس دو فروماج بالجرانولا، وعندنا فيرين نتاع كريم دو نوازيت كروستيون. المنيو يظهر لي شهي، قداش يستغرق وقت باش نجم نحضروه؟ ان شاء الله بفضل ربي نعدوكم اللي في 50 دقيقه يكون عندكم منيو حاضر يعمل 66 كيف. تابعونا. برافو شيف. دونك نبداو بالحاجه الاولانيه، باش نحضروا الكريم دو بوتيرون. دونك بالنسبه لينا كنا قبل كل شيء ذكرنا كيفاش نعملوا الميلونج في اول حلقه نتاع رمضان، شنو اللي نزيدوا. الحاجه الاولانيه باش نحطوا زيت، وفما زاد زيت جديد ديو نجمه اللي هو ميلونج ما بين المايس والتورنوسول، باش نحطوا مغرفتين زيت، نزيدو الميلونج كما قلنا قبل اللي هي مغرفة مع عند جولدينا مارغرين جولدينا. دونك سو ميلونج هذايا باش يعطينا نكهة أخرى، باش الحاجة الأولانية بور فيكسي لو جو. دونك نزيدو المارغرين، وباش زيت الميلونج هذايا يعطينا أن جو كروستيون. هذايا الكل نخلطوه مع بعضو، باش نحطو شوية بصل، نعرفوا اللي بالنسبة للرمضان ديما نقعدوا مستنسين نحضروا شربة قلوح نشعير، شربة لسان عصفور، شربة فريك. حاولنا باش نبدلوا باش تكون البازا نتاعها خضرة، ونعرفوا اللي المنفعة الكبيرة نتاع القرع الأحمر اللي هو مضاد للأكسدة. بالنسبة لليزون باش نزيدوا شوية بطاطا، الأستيس اللي باش نقولوها إن نحطوا باش ما تكحلش، بعد ما حطينا البصل باش نزيدو القرع الأحمر، وبعد ما زدنا القرع الأحمر نخليوه يتقلدو بلاش، ونزيدو معاه البطاطا. بعد ما يتخلطوا بالكدا بالكدا نخليهم هكا سلا سلا على النار، وباش نحضروا حاجات اخرى بالنسبه نتعداو للروسيت اللي من بعد. نذكركم اللي بالنسبه للمويمون ماذا بينا نمرقوا ديما بالماء سخون باش ما نوقفوش الكويسون نتاع البريباراسيون اللي احنا قاعدين نحضروا فيها. عندنا شويه الحاجه اللي في سود الاوردينير اللي هي زيت، هكا مازلت فيه شويه في الدار اللي هو زيت الترفيس. دونك نفتخروا اللي احنا عندنا في تونس في الجنوب الترفيس، واللي يعطي نكهه اخرى قبلنا لاي بريباراسيون. يعني بالنسبه للزيت نتاع الترفيس باش نحطوه من بعد ما نكملوا نحيو الكريمه نتاع القراع نتاعنا. بالنسبه لل كريم دو بوتيرون هاي تحضر، خليوها سله سله، وبعدها باش نحضروا الطبق الموالي. بالنسبه للطبق الموالي باش نسحقوا شويه عدس، ها كان اجي هنا نسحقوا شويه عدس، باش ناخذوا بول قبل كل شيء باش نخدم فيه سلاطه. كنا سبقنا وحضرنا يعني بالنسبه لينا العدس طيب نيه، هذه الحاجة الأولانية. نعرفوا المنفعة نتاع العدس اللي هو كله حديد، فما حاجات كنا حاضرينهم وقاصيناهم
باش ما نعطلوهمش. مع العدس باش نزيدو شوية فلفل. نزيدو شوية بصل قصيني شوية. معدنوس. الطماطم. خليوها عفار. وباش نستحقو شوية جامبون تاع دجاج مليحة. بالطبيعة نتفقدو ديما نتفقدو الخضرة اللي خليناها تتقلى هكاس. وباش نقصو توا شوية الجامبون. دونك جامبون فما جامبون دو دام فما جامبون دو دو بولي. اليوم اخترنا جامبون دو بولي مليحة باش نحضرو بيه السلاطة نتاع العدس. كيف كيف كل واحد كل قدير وقدرو. نجمو نقصوه مربعات صغار، نجمو نقصوه روندليت صغار جويد، يعني كل واحد كيفاش يحب يحضر السلاطة كيما اللي شتيها. باش نقصو مربعات صغار. بالطبيعة تنجمو تفاعلوا معانا راهو في الديريكت لايف كيك سوا على الفيسبوك ولا على الانستغرام، يعني موجود. تنجمو تفاعلوا وتخليو لنا لي كيسيون تاعكم، تخليو لنا شنو شاهين في رمضان، واحنا نحاولوا نحضروا للدبر. يعني نتوما تنجمو تسالوا لي كيسيون تاعكم، شنو الحاجات اللي تحبونا نحضروهم، الحاجات اللي حضرتوهم اللي لقيتوا فيهم ديفيكولتي، واحنا نحاولوا نعاونوكم. نعرفوا سيرتو توا فما كونفينمون، يعني ماذا بينا الشيء اللي موجود عندنا في الدار نحاولوا نحضروا لي روسيت. هذايا بعد مقاسين الجمبون تاع بولي مليحة. بالعادة نفضلوا هاي نسمعوا في الصوت سميجوت هكا بشوية بشوية باش نستحقوا شوية جبن لوندور دون كودا. ناخذو مورسو كالعادة ذكركم اللي زاد كيف كيف تنجموا السلاطه هذه سلاطه نتاع العدس للجماعه اللي نتحقوا بينا. تنجموا السلاطه نتاع العدس تحطوا فيها شنو من الحاجات اللي تحبوهم، يعني تنجموا نزيدوا شويه ميس مع الفلفل مع الطماطم. العدس ديجا يعني هو وحده بروتين. والاستوس بالنسبه للعدس واللي هو كله منفعه وكله حديد، الاستوس اللي هي نزيدوا شويه علاش نزيدو شوية قارص باش البدن ينجم يبصر بالحديد اللي موجود في العدس. دونك قاعدين ننقصو في الجبن، اخترنا جبن جودة يوم الروسيت. كيف كيف باش نقصو مربعات كيما جامبون. بالنسبة للدار يعني ما نسحقوش بتلبسو ديكون، يعني هاكا في الدار كونفينمون ديجا من الاول هاكا موجودين في الدار، يعني نحاولوا نصرفوا ديما على طبيعتنا على الشيء اللي موجود. هذه سلطه نتاع العدس باش نزيدوها الفرماج، باش نزيدوها الجامبون. وتوا قدرنا اللفاح نتاعها. بالنسبه للفاح نختاروا شوية موتار تاع لونسيان بونا. باش نحطو ضغطة صغيرة.
الاسهال ونخليه لفاح. ديما نذكركم اللي ماذا بينا لفاح يكون 5 دقائق قبل يعني الدريساج. مي زاده فما ايديا واحده اخرى، ان نجمو نستعملو زيت نجمه ديو اللي هو تورنوسول ومايس، نجمو نستعملوه للاسيزونمون تاع السلايك يعني مش كان كويسون. هاو ديجا حكينا شويه زيت نجمو نستعملوه للسلايك. هذا يخليوها بار السلطه ديجا حاضره يقعد كان التخليط كيما تراوا. ديجا السلطه فيها الطماطم الفلفل المعدنوس العدس الجامبون والفروماج وشويه مثلث وزيت، يقعد لنا شويه ملح وفلفل اكحل تو نحطوه، ومن بعد نخلطو كل مع بعض. نحطو ثاني مره لاسيزونمون شويه ملح وشويه فلفل اكحل ونخليوه باش نخليوها للدريساج. وصلاتها هكا تكون حضرت، خليوها أبار. نوريكم من بعد طريقة التقديم تاع السلاطة. شيف شيف فما برشا يسألو كان تنجم تعاود لنا المنيو شنو هو بربي؟ باهي، بالنسبة للمنيو عندنا شوربة نتاع قرع أول حاجة، عندنا سلاطة نتاع عدس، عندنا بركات مالحة في الفور بالبات فيتي، وعندنا أوسوبوكو في الفور. والديسير عندنا ديو نتاع موس، موس نتاع فروماج جرانولا، وعندنا موس نتاع كريم دو نوازيت كروستيون. دونك بعد ما ديجا خليت شوية الخضرة، توا باش نمرقو، توا نحطو الماء، نغطيوها. ونخليوها أقل. دونك هذايا بالنسبة للشربة حاضر، السلطة زادة كيف كيف. تنوريكم بالنسبة للدريساج، شنو باش نسحقو، تو باش نتعداو للفارس نتاع الجبن. دونك قبل كل شيء بالنسبة للكوجينة، زادة نذكركم اللي ماذا بينا ديما نحاولو أنسورغانيز في الكوجينة، وننظفو البلان دو ترافاي، باش نسهلو الخدمة. وبالمناسبة هذايا تحية يعني للأمهات، وتحية للنساء الشاطرات اللي رمضان كامل يكونوا هما موجودين في الكوجينه باش يحضروا الوصفات. باش نسحقوا توا بالنسبه للفارس نتاع البات فيتي، باش ناخذ البول نحطوا فيه الفارس نتاع البات. عندنا عظم طايف، هنا 4 كعبات عظم طايف. سهل العملية، فما شكون كيف كيف يربي العظم كيما نجمو احنا. بالنسبة لينا يعني نستعملو القصاصة، ولا نجمو نقصوه يعني. ديما الطرق كلها تحاول تؤدي إلى نتيجة واحدة، قصوها بالطول وبالعرض، وهكا ديجا يكون العظم مقصوص كيف كيف. فما شكون يجتهد ويربيها هكايا. العظم أو الأنجريديون نعرفوه ديما في التارت المالحة، العظم ونزيدو نقولو اللي بالنسبة للمسيك يعني كل قدير وقدرو. تنجم تحط عظم، تنجم شامبينيون، نجم نحط سبناخ، يعني كل واحد وشنو يشتهي باش يحضر بالطارد. مي احنا نحاول نعطيكم تبارة، وانتم زادا كيف كيف شاركونا بالتبارة نتاعكم، يعني قولونا شنو الحاجات اللي تحبوهم، شنو الحاجات اللي حضرتوهم سبيسيال رمضان وسبيسيال كونفينمون. دونك كيما قلت لكم كيما العاد، حاولوا زيد النحيوة باش ناخذو طوالة على الغاز، باش نحطوها على الغاز قبل كل شيء. هاذيك الطوالة أنا
شويه معدنوس، نزيدو شويه معدنوس، باش نستحقو. ديجا اسكالوب دو داند ماريني على بروفونسال مليحه، يعني حاضر حاضر باش ما تسحقش. حتى استوس اخر، باش نسحقو شويه كريم فريش، كريم فريش اخترنا 100% لي لوندور غوتا، اخترنا غوتا. هكا ديجا 10% نحطو عرفتي بهين كبار، كل واحد تبدا مشخشخة. باش ناخذ مقرفة كريم فريش ناتيلي، وقبل كل شيء نتعديو نتبعو فيسا فيسا كيما العادة، نحطو لو فامو ميلونش اللي هو زيت ديو نجمة، ومعاه شوية مارغرين ولدين. بالنسبة للسكالوب ديجا ماريني، باش نقصوه مربعات، كيف كيف فما شكون يطيب البياس كاملة ومن بعد يقصها، يعني كيف كيف نجمو. ديما الاجتهاد في الكوجينة موجود، كل واحد وكيفاش. احنا نحاولو نعطيوكم لي ريسيت لي زاستوس اللي يكونوا احنا جربناهم، كيف كيف انتم تحاولوا تفيدونا، تحاولوا تسألونا في الكيستيون شنو هما الحاجات اللي تحبوا تعرفوهم ولا الحاجات اللي تحبوا تجربوهم. سبيسيال رمضان سبيسيال كونفينمون، دونك هذايا اسكالوب ماريني ديجا. مخصوص مربعات شربة هيك تحضر، حطوا الملح عليها كير، حاولوا نطفوا الزيت. نطفوا البلون بالرباي، نذكركم ان شاء الله قلت ربي كل نهار باش نتقابلوا مع بعضكم، مع بعضنا بلوتو في كوجينا رمضان سبيسيال كونفينمون. نزيدو شوية البصل، مع الاسكالوب جا مريني. هذايا كيما نسميو احنا، نقولو احنا تحتوه نتاع الطاجين، شوية بصل و الاسكالوب. هنا طوندون قاعدين نحضرو يعني الفرس، هاهي موجودة، حطينا العظم، حطينا المعدنوس، حطينا غوتا لوندور 100% لي، حطينا شوية كريم فريش ناتيلي، باش نزيدو شوية فرماج. اخترنا لكم اليوم فرماج لوندور 100% ايمونتال، نزيدو برشا فرماج باش تكون مشخشخة، باش تكون فوندونت. وتوا الدجاج،
بس ياسر بس ياسر. في الأثناء هذيا لطون اللي باش نحضروا التارت المالحة، باش نحطوا حاجة في الفرن باش موا ما نبتاعوش في البريباراسيون. عندنا لوسو بوكو مليحة ديجا حاضر مفوح على بروفونسال، هاكا المعدنوس موجود، نكهة وبنة تاع 66 كيف. إذا ما باش نحطوهم في الفرن باش يطيبو، باش من بعد نلقاهم حاضرين. نحطوا شوية زيت، مرسو تعالوا صبوكو ديجا ماريني، ما يسحقوش كفاح. نظم الكوجينة كما العادة ونحن الزيت. وذي تاو البلاتو يمشي للفوق. الحاجة الأولانية اللي سويتها هيك تحضر اون باراليف الشوربة. نذكركم بالمنيو، يعني عندنا شوربة متاع قراع، شوربة متاع قراع، سما حضرت عندنا الفارس نتاع التارت المالحة. هاي الفارس موجودة هنا. السلاطة هاي حضرت ونبقى لنا الديسير. دونك أول حاجة هو بس أورغانيزي باش نحيو الزيت الكل باش نجمو نخدمو حلو التاتريتي اللي احنا كنا حضرناها قبل، يعني سواخنيكم شوية حضرناها، حضرناها فوق اللي باتويتي يلزمها ترتاح. في الأثناء باش نحطو شوية ماء يسخن باش من بعد نطيبو فيه المقرونة. يعني ديما بالنسبة للكوجينة يعني نحاولو نرفعو الوقت، نحاولو نجتهدو. ديما راي الكوجينة كلها جستيون تاع وقت، جستيون تاع اسباس. والحاجة اللي بالحق واحد فرحان اللي في رمضان سبيسيال كونفينمون، تبارك الله التوانسة الكل لمتهم الماكلة، لمتهم الكوجينة كلها، يعني تبارك الله ولد طيب حاجة باهية. نعرف كل شعب التونسي دواق ما شاء الله، وتوا ولا يجرب العديد من الوصفات الكل، يعني ما عادش تصعب عليه روسيت ولا يحضر لي روسيت الكل. هذو مزايد الكل باش نحيوا باش نجمو نحلو البارفيتي. فاس خليوه من هنا، نزيدو لندن من هنا كيف ديجا النكهة تبارك الله. حاجة أخرى بالنسبة للباتفيتي باش نسحقو شوية فرينة الوردة، يعني كنا حضرنا ديجا البات خليها ترتاح. وتوا باش نحلوها سيرتو في رمضان، نعرفو تكثر شهوات برشا برشا، و سيرتو التونسي يعني ماذا بيه يحضر برشا حاجات ما كانش يحضرهم في الوقت العادي. هي الباتفيتي
كيما نشوفوا البات فويتي حاضره، حضرناها فرينا الورده وزدناها مارغرين بلدينا، خليناها ترتاح وتوا باش نحلوها في مبار بيتالي. شويه فرينا مش برشا، ونوضوها بطبيعه فرينا. يعني بالنسبة للبات فويتي نجمو نخدمو كارت بأي حاجة نشتريوها، بأي حاجة نحبوها، جوست تختلف المكونات من الباز. نقولو احنا الباز واحدة اللي هو العظم طاي دجاج فرماج، إذا مشخشخة بالفرماج، وكل قدير وقدر وكل واحد كيفاش يحبها. سيرتو توا هذا ان شاء الله تو تراب تو فا كونفيمون جاي سيف، ومازال على الشهوات، ومازال القلب حر، والطقس يبدا سخون، والماكلة تولي خفيفة. كيف كيف فما شكون يحب بات فيتي تبدا لاباس، فما شكون يحب البات تبدا فين. البات حلت كيما فيها، ناخذ شوية دجاج منسووش عاد بالنسبة للدجاج. ناخذ الفون دو كارت، فون دو كارت هنا فيسا فيسا، دونك بالكف نتاع اليد نتاعنا نحاولو ما نلزقوش على البات، بس ياسا بس ياسا هكا، باش البات تاخذ راحتها وسط الفون. زيت الكل باش نحيوه من السكينة. ونحيو زيت كل بيع سيرتو في كوشينا غيان سوجيتو سو ترانسفورم، يعني زيت هذاك نجمو نستعملوه في وصفة أخرى، نجمو نعملو دي ميني تارتوليت. نحط الدجاج واحد مرة، دجاج نورمالمون خضر خفيف عليه، باش نخليو الفون دو تارت نورمالمون تسمى كبير بلون. فما شكون يحط فيه الحمص كيما قبل، وفما شكون زاد كيف كيف يكتفي انو كل واحد ينقب البات باش ما طلعش فولي. دونك احنا باش نحطو البات في الفور ابلون، نحيو الزيت كما قبل.
بعد نعملوها من بعد نجم نعمل بها رسيت واحد اخرى نذكروا بون فافار سيرتو كونفينمون ما ننساوش ديما بابيي نستعملو بابيي في كل شيء باش ننظفو كل اثنين نستناو حطينا الماء يغلي هذا كان بعد الفات باش نعملوها فات بالبيستو الفارس هاي حاضرة فيها عظام شوية معدنوس فيها كريم فريش ناتيلي فيها جبن 100% ايمونتال لوندور فيها غوتا لوندور زادا 100% دي هذا الكل قلة تنام وعظم نجم كيف كيف نزيدو فيها شوية شامبينيون نزيدو أي انغريديون حبوه باش نزيدو دجاج ياهو ديجا ماريني مليحة نخلطو مع بعض ما نستحقوهاش ديجا بدا يتركب يعني بارك الله تارت بدا تتركب فارس هاي حاضرة يقعد لنا توا باش نحطو العظم بالكعب والكعب العظام ديجا غسلناه شيحناه فقصوا بالكعب والكعب نحطو من الأول أربع كعبات ومن بعد نزيدو بالطبيعة ما ننساوش ديما نتفكروا البات اللي حاطينها في الفوق باش ما تقعدناش العجينة ديجا بيضة نزيدوها كعبوك ما نسيرش هذه الفارس حضرت خرجوا بعض المتارت هناك في شوية خلوا نفقدوا فور نخرجوا فون دو تارت نورمالمون سي بون نخرجوا فون دو تارت يعني باش نطيبوها بالنسبة للفون دو تارت ماهيش نطيبوها 100% من الأول بيضة مي تيبا بلون سا سابيل تيبا بلون ومن بعد نزيدوها الحشوة هنا موجودة خلطوا مليح 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 الحشوة توا صبوا الفارس حاولوا نوزعوا الفارس باش تكون على البارتير كلها شوية نتوما حطوها في الفور رجعوها تكمل بيسا نتاعها في الفور فقدوا شوية نص البوكو كيما تراو نص البوكو لهنا ديجا قاعد يفيد سلة سلة الزيت اللي ما نستحقوهوش نزوه من بحذنا تفضل
هذاك الماء مازال ما غلاش، هذاك باش نحضروا فيه المكرونه. بالنسبه للمكرونه شنو باش نستحقوا؟ باش نستحقوا فوال هني على بيستو حاضر بالجميع، ديجا موجود يتباع في زون لا فيترين دو تيروار، موجود شويه زيت وبعدين الفرماج 100% ايمونتال كيف كيف. اخترنا لكم اليوم مكرونة ميني فيزيلي اللي هي من بعد نطيبوها بالبستو نزيدوها شوية فرماج، وكالعادة كالعادة ما ننساو شوية مارغرين كولدين. هذيك بالنسبة للمكرونة، وتوا باش الديسير نتاعنا يبرد ونلقاوه حاضر، ماذا بينا نتعديو للديسير باش نحضروه. الديسير الديسير شنو باش نستحقو؟ عندنا ديسير باش يكون سو فورم دو فيرين، دونك ديسير نورمالمون ديسير هذايا تلقاوه في لاسيل موجود، اللي هو فيرين نتاع موس دو فروماج بالجرانولا والفرامبواز. ديسير روماني، وعندنا زادا ان اوتخ ديسير باش نحضرو، دونك باش يكون اسورتيمون دو فيرين. بالنسبة للموس دو فروماج كنا خدينا كريمة تارتيني، ديجا فما زوز انواع، فما الناتور واللايت لوندور موس دو فروماج، وزدناها مربعات من كارو، وهكا كانت عندنا موس دو فروماج ابنين 100% فروماج. باش نستحقو كريمة كريم ديسير نكهة الفريز دونك فالواز، عندنا حليب ناتيلي كايلنا نوسيترا توانكاز. المقادير نتاع تحضير الكريمة يعني سهلة، عندنا ساشي نتاع كريمة على نوسيترا حليب، ومش نزيدو 3 مغارف سكر. هذيا الكريمة اللي بشكور حاضر. عندنا المكونات نتاع الديسير، عندنا زادا صوص نكهة الفريز وصوص نكهة الشوكولاتة بانواز بحذانا، وعندنا زادا توستينا يعني ديسير كيصور شوية بالوردينير. ها باش نحضروه مع بعضنا، نتفقدو تارت ايه. نحضروا في الكريمه، نذكركم زاده بالجميع اللي التحقوا بينا توا شنو هو المنيو. بالنسبه للمنيو شربة نتاع قراع بزيت الترفيس، ديجا هاي شربة طافين عليها بس مازال راحين ودريساج. عندنا السلطه، سلطه عدس هاي فيها المطارد، فيها العظم، فيها الفلفل، الطماطم، المعدنوس، الجامبون والفرماج. باش نبدلوا طريقه التحضير نتاعها، زيد باش ندرسيوها على بان اكسترا موالو، ديجا 5 سيريال هابيس باش يكون هذايا دريساج نتاع سلطة العدس. عندنا في الفور تارت قاعدة تيب لايف، وعندنا اوسو بوكو على بروفونسال ديجا حاضر. خذ هاي الكريمة ما نسيوش بالطبيعة يعني مع لوسوفوك باش نحضرو مكرونة، اخترنا لكم مكرونة ميني فيزيلي باش نزيدوها شوف بالجميع ديجا حاضر، وهكا يكون
المكرونه تعمل ستين كيلو. نذكركم بالنسبه للمكرونه يعني الوقت موجود 5 دقائق تكون المكرونه حاضره، يعني كما نقولوا احنا ماذا بينا ديما نقصها شويه تياب، على قد ما تكون نقصها تياب تعطينا المنفعه نتاعها المكرونه، يعني تكون سريعه في الهضم ما تقلقنيش في المعده، كما نقولوا يعني تلين الدنتي. هذه الكريمه هذه قاعده تحضر باش نحط المكرونه ديجا هيك. مكرونة من الجلي نحركوها بطبيعة، يعني الكوجينه كلها بالنسبه لنا راهي جيستيون تاع وقت، جيستيون تاع سباس. تحيه للنساء الكل، يعني نساء الامهات البنات زاد كيف اللي حضروا في رمضان الماكله، وكمان زاد كونفينمون، يعني برشا حاجات مضحيين. هذه الكريمه قاعده تحضر، تاخذ المكرونه، يعني بالنسبه لنا كيسيون تاع اورغانيزاسيون، يعني وقت الكوجينه يلزم تحاول تكون طيب، تخمم في ليزانغريديون، تعيش اللحظه مع ليزانغريديون، مع الطماطم الفلفل البصل الزيت كل شيء. هذوما هما الحاجات الباهيه اللي احنا ماذا بينا نحاولوا في رمضان نعطيكم العديد من الوصفات والليزاستوس اللي احنا جربناهم. تنجموا تتفاعلوا معنا، تخيبوا لنا في الكومنتير احنا نجاوبوكم. كي الكريمه نخليوها كي بسياسه بسياسه، بالنسبه لفيرين اخترنا لفيرين بلوزور موديل نتاع فيرين، هذوما تحفونين كيف الكاريه ان شاء الله ديسير يعجبكم. تفقد الفور في المرة متى تقدر تحضر، هنا تنظن نبدأ نحضروا بالصوص. بالنسبة للصوص كما العادة باش نحطو شوية زيت ديو باش نزيدو شوية مارغرين كل دينا خليهم يذوبو. الكريمة نتاعنا بدات قاعدة تحضر، كل واحد نستناو حتى لين الكريمة تبقبق. الكريمة بعد ما حضرت خليها تحضر، هنا شوية بصل، شوفوا المكرونة، رمضان تريد تحضر
دونك هونليش شويه ميجوتي صافي نجمو نزيدو شويه قرع اخضر نجمو نزيدو انواع الخضره اللي يعني نحبوها باش نسقيو باش ناخذوا المقوله اللي هي حضر بالنسبة للمخلوقة ما نسحقوش باش نبردوها مكرونة هاي الحاجة هنا شوية خل هكا نحطولها شوية كستو تستوى على تستوى حاضر بجاء للجميع دونك نجم نقول لكم شنو المقادير نتاع البيستو بالنسبه للبيستو نعقول الباز نتاعو حبق مع زيت زيتونة مع شويه بندق مع شويه ثوم باش نخلطو مليح مليح نزيدوها شوية فرماج 100% مونتاج هاكا تبدا مشخشخة وهاي الرمية اللي استناوها ديما يقولك هاي المقرونة هاكا تكون هاي المقرونة تاعنا شوف فرماج موندون جا المخرونة نتاعنا حضرت ماما معاها لوس بوكو نتفقدو فوق ماما حضر لوس بوكو يقعد لنا كان على الدريساج باهي مخرونة تحضرت نحاولو نحيو الزيت الكل شيف برشا يتفاعلوا معاك وحبوا يعرفوا شنو هو لوسو بوكو بالنسبه للوسو بوكو هو الكويس نتاع الداندون مي مقصوص يعني روندليت روندليت هو الكويس نتاع الداندون داندون قصوه روندليت ومن بعد عملناه ماريني اللي كان حاضر مليحه فيه شويه ملح شويه فلفل اكحل شويه معدنوس يعني ليزير دو بروفانس وحطيناه تيبو فوق زيد الكل نحاولوا نحيوه دونك نجمو تفاعلوا معانا تنجمو تسالونا على اي حاجه تبوها واحنا نجاوبوكم شيف فما يمينا قالت لك نجمو نزيدو كريم فريش بور لابات بالنسبه للفابريكاسيون تاع البات والا بالنسبه للفابريكاسيون تاع البات يعني راهي بات فويتي اما بالنسبه للفارس حطينا ديجا كريم فريش يعني البات هذيك فرينه وفيها المارغرين وفيها شوي ملح بالنسبه للبات نتاع المخرونه كيف كيف نجمو نزيدو كريم فريش بالطبيعة يعني هاو على خاطر يمينة نزيدوها شويه كريم فريش بعد رجعوها شويه على الغاز وقت الدريساج توا قبل كل شيء باش نحاول نخلطو الوقت الدريساج اول حاجه باش نعملوها باش نلحيو الشربه تاع القرع
حضرت زيت كل كما قلت لكم من الحيوة عندنا الكريم دو بوتيرون حاضرة تنجموا تشوفوا الكولور نتاعها ديجا محليه نتعاديو نفقدوا الفور التالت أونكور نجموا نطفيو ونتعاديو للدريساج نتاع الفيرين الدريساج نتاع الفيرين كنا حضرنا موس دونك عندنا الكريمة تارتيني ديجا لوندور عندنا اللايت وعندنا الناتور كل واحد وشنو البول يحب عليه دونك خلطناهم مع بعضهم زدناهم كارو فروماج كارو وحصلنا على الموس حاليا ديجا في بوش نياخذو مرفة صغيرة ناخذو كولي تاع فرومبواز بالنسبة للدريساج نجم نجي لهنا باش نجم نتراوني الدريساج نتاع الفيرين هذا الديسير نجمو تلقاوه في باتيسري لاسير بالنسبة للديسير في موس دو فرماج حاضرة نوكل مغرفة صغيرة نحضر الدريساج بتاعنا نحط شوية كولي متاع فرومبواز في وسط الفيرين بالبوش نحط شوية الموس متاع الفرماج كما تراو يعني هو هكا باش نعاودو نفس العملية من قبلها باش نحطو شوية ميلونج نتاع فيك جرانولا مخلطة بالشوفان حضرتها باتيسري لاسير باش نزيدو شوية كولي آخر تاع فرامبواز ونعاودو نفس العمل هي موز دو فرماج يعني كيف كيف تحاولوا بالنسبة للدريساج كل واحد وشنو يعني يحب يزين هذا هو ميني فيرين في الديسير في الليل نزيدو شوية الميلونج نتاع الجرانولا نحطو بلاش بو فير انتي رابيل و كيلكو غوت تاع كولي هذايا الديسير الأولين هذايا بالنسبة للديسير كان تحبوا تشوفوا الديسير كيفاش حضر هذا الديسير الاول نتعداو للديسير الثاني هذا الديسير الثاني باش نستحقوا نوع اخر تاع فيري عندنا انواع فما حتى الموديل كاري نعملو ميلونج عندنا كولي نتاع فريز فانواكس باش نجيو في الكيس نحطو في الجناب نتاعو بوغ فيغ ان تي رابيل من بعد عندنا الكريمة تاع فريز اللي كنا حضرناها باش ناخذ الملفة طارت موش مريقلة بسياسة بسياسة شوية كريمة نكهة الفريز فانواز
عندنا كريستينا هشهشني. كريستينا بنقطة الشوكولاتة. باش ناخدو دي مورسو. طوماكي. ونعاودو نفس العملية. بالكريمة. تاع الفريز. نعملو أون تيرابيل ونزيدو اللمسة السحرية كيما نقولو كيما العادة اللمسة السحرية اللي هي باش تكون الدريساج تريزي نتاعنا صوص ديسير شوكولا كو شوكولا. وهكا الديسير الثاني نتاعنا ظهر. كيف نجمو نكرو نفس العملية. هذايا الديسير باتسري حسين ناخدو بيرين كاري نحطو بسكوي نزيدو الكريمة كريمة بانواز من كتل فريز نزيدو الكريستينا ومن فوق نعملو ام تيرابي بالصوص شوكولا. وهكا الديسير نتاعنا حضر. كمان الديسير يعني هنا ادريساج بالمقلوب باش نحيو الزيت ونتعطيو الادريساج تاع لي بلان الاخرين اللي هما الكريم دو بوتيرون. باش نجيب صحفة ونجيكم ما تبعدوش عليا. نجيكم صحفة بالنسبة للشوا نتاع توسكي ار دو لا تابل دونك من ميزون المونت. دريساج تاع كريم دو بوتيرون باش ناخدو شوية كريم فريش كنا خلطناها معليك باش ناخدو سراك باش نزينو وعندنا الزيت تاع الترفيس بالنسبة للدريساج تاع كريم دو بوتيرون باش نحطو نجيب لهنا ندرسيو باش نجمو تراونا شوية زيت تاع الترفيس وغينا شوية كريم فريش نتيلي باش نعملو كيلكو غوت او موا باش تبدا حاجة مشتي و هكا دريساج نتاع كريم دو بوتيرون احضر. هذايا كريم دو بوتيرون الشاي لي باش نحضروه باش نخليوه هنا باش نجيبو صحن بالنسبة للدريساج بالنسبة للوس البوكو كريم دو بوتيرون اللوس
حاضر من الفور. فانس كما قلت لكم دريساج بالنسبه للشواء نتاع ليزاسيت الكل كان عند ميزون المونت هدايا كيما ترى لو سو بوكو على بروفونسال تو خدنا البات باش نحلو عليها شويه الكاس خاطر الزنيه نتاعي فريش بالنسبه للبات نزيدو نجيبو ليزاسيت وحدينا عندنا بليزيور شوا بالنسبة للزاسيت شو نختارو هذا ولا هذا لازمنا شوية كريم فريش كيما تلقوها مع البيستو عشان نسمع الفور نجم نخليو وسط الفور ما يقلقش ديجا طافين الفور نتغديو للتارت تولي تارت الأكثرية باش نخليوها في الطاق نتاعها هذايا نجم نحطو هاديكا نجم نزيد نشوف التارت كيفاش خرجت نستناوها تبرد شوية تتقص وهكا مازال تمنا توا في السلاطة بالنسبة للسلاطة تقدمها كاينة على التخليط ناخذ شويه خبز الكابيس ها مرسو نجيبو بلا بورتي بيس بلا بورتي بيس ديجا نجمو نخليو لي زيكستريميتي نتاع الخبز وكلا نحيوهم ومن بعد ما خلطنا السلطه مليح مليح ندرسيوها فوق الخبز ديجا سلطة نتاع عدس كاملة باش نزيدوها حاجة أخرى اللي هي باش العدس يعطينا المنفعة نتاعو اللي هي القرص قرص نزيدو بالعظم
بالنسبه للعظم باش نوريكم طريقه نتاع التزيين. دونك ناخذوا البوينت تاع الكوتو بلو سكينه شويه ماء ونستويو الاصفر. هذه هي الطريقه الاولى. كما الطريقه الثانيه زاد كيف نجمو ناخذوا الاصفر نخرجوه بسياسه بسياسه ونقلبوه لهنا. هذه طريقه اخرى. بالنسبه للتارت تعرفوا الباتفيتي هاي حضرت ومو استنيها تزيد تبرد. بعد ما تبرد قصر يعني نجم نجي توريهم كيفاش. وهكا يكون عندنا منيو حضر يعمل ستفتين كيف ان شاء الله يكون عجبكم. دونك جوست باش نشوفوا تشوفوا مع بعضنا الدريساج زيت كل باش نحيوه ونحطوا الدريساج الكل هذا بلاصه. Grosso poco il pat il viri la giù può essere d'occhio il dressage dopo che l'asmo بالنسبه لنا كان نقدروا من هنا نجيبوا الفيجن هكا وندرساج تحت الطاوله يكون بطبيعة لمسات الأخيرة وقت الريسيرش وصحة وبشفاء إن شاء الله بفضل ربي. غدوة نتقابلوا في لقاء آخر في دبارة أخرى. يوميا تابعونا لمدة ساعتين كل يوم دبارة وكل يوم رسالة أخرى. شيء طيب.